جديدة من قضاء الشباب. في العادة في كل مرة نطرح موضوع للنقاش، موضوع يهم الشباب بدرجة كذا. في هذه الحلقة يأتي هذا الموضوع بدرجة مهمة جدا لعديد من الأشخاص الذين يعملون في الصحافة السودانية. وأسعد جدا يكون معي مجموعة من الصحفيين داخل الاستوديو، الأستاذ أشرف إبراهيم من صحيفة الوطن، والأستاذ طلال إسماعيل صحيفة المجهر السياسي، والأستاذة أمان إيلا بصحيفة السياسي. أهلا بكم إلى هذه الحلقة والتي تأتي بعنوان مهم جدا، الصحافة السودانية واقع أليم. أهلا بكم شباب، ونحن في حضرة هذا الواقع الأليم. أستاذ أشرف، بداية، الصحافة السودانية عبر تاريخها الممتد والطويل جدا كان لها أثر كبير جدا في تغيير عديد من القرارات السياسية، في تنوير هذا المجتمع السوداني بعديد من قضاياه وحقوقه الكثيرة والممتدة. لكن ما الذي قاد هذه الصحف لأن تصبح بهذا الواقع الأليم الذي نشاهده حاليا، وحقوق الصحفيين الشباب أيضا من ضمن هذه المحاور؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. نسعد حقيقة بهذه الاستضافة وهذه السانحة في فضائية أم درمان، تحية من هذا الموقع لصاحب أم درمان وصاحب ألوان أستاذنا حسين خوجر الذي يعني تعلمنا على يديه بداياتنا في الصحافة. أقول أن الصحافة السودانية حقيقة يعني كان لها دور كبير في صناعة تاريخ هذه البلد، وبدأت الصحافة السودانية منذ ما قبل الاستقلال يعني أسهمت إسهام كبير في تنوير الناس وفي الوعي الحادث بضرورة إخراج المستعمر. أساتذتنا ناس عبد الله الرجب، صحافة حضارة السودان، مجلة حضارة السودان وصحف أخرى أسهمت في تنوير الناس، أسهمت في تعريفهم بحقوقهم، في أن يخرجوا المستعمر من البلد. ومن ثم ايضا يعني كانت لها ادوار مشهوده في ما بعد في تغيير عديد من الانظمه، وكان للصحافه دور كبير في انتفاضه ابريل، ولاحقا يعني كان لها ادوار من القضايا الوطنيه المختلفه. ما الذي قاد الصحافه السودانيه لهذا الواقع الذي نشاهده الان؟ الان يعني اذا تحدثنا عن الواقع الصحافه الان، أنا أعتقد أنها لا تزال تقوم بدورها في التنوير وفي الرغابة وفي تعريف الناس بحقوقهم، وتبصر الذين بيدهم مغاليد الحكم أيضا. يعني راضي عن أداء الصحافة حاليا؟ لست راضيا بدرجة كبيرة، لكن أقول أنه في ظل الواقع الموجود الصحافة لا تزال تقوم بدورها. طيب انتقل استاذ طلال، يعني استاذ اشرف ليس براضي بدرجه كبيره عن ما تقوم به الصحافه حاليا، هل تتفق معه فيما ذهب اليه؟ بدايه دعني احيي المشاهد الكريم، مشاهد فضائية أم درمان، وكذلك كل الزملاء الاعلاميين والصحفيين داخل السودان وخارجه. الصحافه السودانيه لا شك انها من خلال عنوان هذا الحلقه تعاني واقع عليم، ليس في ذلك شك، من خلال البيئه المترديه للعمل الصحفي في كثير من المؤسسات، من خلال عدم وجود اجور ثابته في بعض المؤسسات الصحفيه للاسف الشديد. نعم هنالك اشراقات في بعض المؤسسات الصحفيه التي تدفع وتعطي الصحفي. لماذا هذه الاشراقات؟ يعني مثلا صحيفه المجهر السياسي، صحيفه السوداني، الانتباه، صحيفه اليوم التالي، بعض الصحف التي تعطي الصحفي يعني راتبه الشهري في وقته، بينما تتاخر كثير من المؤسسات الصحفيه في دفع مرتبات العاملين، وتعاني شركات كبيره وتواجه بعضها شبح الاغلاق وربما الخروج من السوق نهائيا خلال الايام او الشهور القادمه، في ظل يعني تكاليف الطباعه، في ظل ارتفاع اسعار الدولار، في ظل عدم وجود اعلانات تغطي الجانب المادي لانتاج هذه الصحف. كذلك تمتد مأساة الصحف للأسف الشديد ليس من خلال البيئة المتردية، ومن خلال إيجار المغرات العمل، ومن خلال عدم وجود أدوات العمل الصحفي المتكاملة لكي يكون الصحفي يعني في وضع أفضل لأداء مهمته في نقل الحقائق وفي رصد معاش الناس وفي تبصير المسؤولين عن الواقع الأليم الذي يمر بهذا البلد. كذلك هنالك إشارة مهمة جدا،
يعني الصحف السودانية للأسف الشديد لا توجد لديها مراسلين في العواصم الإقليمية التي تؤثر على صناعة القرار في السودان وعلى مجريات الأحداث في السودان، مثلا أديس أبابا، مثلا كمبالا، نيروبي، كثير من القرار، كثير من عواصم القارة الإفريقية التي يصنع فيها القرار الذي يؤثر بشكل مباشر في علاقات السودان الدبلوماسية والاقتصادية والسياسية، وربما بعض الإفرازات الاجتماعية مثلا من خلال حركات النزوح في دول الجوار أفريقيا الوسطى، تشاد، كده لا تجد ممثل لصحافة سودانية أو مراسل لصحافة سودانية. أقول هذا الكلام بنسبة 99% ربما لا توجد لمؤسسة صحفية مراسلين في هذه، على خلاف طبعا يعني الولايات. الأستاذ أشرف لديه تجربة في صفحة الولايات، يعني يمكن أن يعطي نموذج كبير جدا في أن بعض المراسلين في الولايات لا يجدون ما يكفي يعني حق الاتصال لكي يرسلوا معلوماتهم وتقاريرهم الصحفية. أنا أجل النقطة دي، لكن أنا أرجع بقى بسؤال الأول، تتفق مع رأي أستاذ أشرف بأنه هو غير راضي عن الصحافه السودانيه بدرجه كبيره جدا رغم ما تقوم به من ادوار؟ انا لكن عدم الرضا في ماذا؟ في الدور الذي تقوم به ام فيما يتطلبه؟ يعني انا هذا السؤال اذا فهمت من خلال كلام الاستاذ اشرف، اذا كان يقصد انه راضي عن الواقع، بيئه العمل الصحفي في السودان، عن 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 انتشار الصحف، عن تدني نسبه انتشار الصحف، انا اتفق معه في هذا الجانب. عن مضمون الصحافه طيب؟ عن مضمون الصحافه يعني انا اريد ان اقول واؤكد هنا للمشاهد الكريم، السودان يوجد به كادر صحفي متميز جدا يعمل الآن على إخراج وصدور الصحف ليس في السودان وإنما في الدول العربية، دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة المملكة العربية السعودية، دولة قطر، تكاد النسبة الكبرى من الصحفيين السودانيين والعاملين في مجالات ليس الصحافة فقط وإنما حتى القنوات الفضائية والإذاعات. إذا كان من جانب الكادر الصحفي المتميز موجود في السودان ونعم هنالك إشكاليات في تواصل الأجيال بعد المعيقات التدريب، هذا يمكن أن نتحدث عنها لكن إذا كان الرضا عن أداء دور الصحافة، نعم الصحافة تواجه قصور في هذا الجانب. طيب أستاذ عماني، رغم ما ذهب إليه أستاذ طلال بأن الصحافة لديها دور في تبصير المجتمع وعديد من القضايا، لكن بين ظفرين بنسمع بكلام يقول لك والله ده كلام جرائد، ربما غاب تأثير الصحافة على المجتمع السوداني، هل تتفقين معي في ذلك؟ ماشي في البدء، بسم الله الرحمن الرحيم، دعوني أحيي قناة مدرمان وأحيي أخي عمار أبو شيبة على هذه الاستضافة الجميلة. حأعرج على تعقيب الأستاذ طلال إسماعيل اللي هو بس ممكن تخلينا قبلك بالفقرة بتاعت الرضا التام عن الصحافة السودانية بصفة عامة. الاثنين طبعا اتفقوا على إنه ما في رضا تام أو وسط يعني، لكن أنا كوجهة نظري الشخصية وكتجاربي الوضع الآن الذي أراه أمامي في 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 وضع الصحافة السودانية، فهو يعني وضع يعني غير مبشر بالرضا. يعني الواحد بيكون يعني شغال لكن بالعربي نفسه مقفولة يعني من الشغل، ما في تشجيع. لا يهتم بحرارة الشمس، لا يهتم بالجوع، لا يهتم بالعطش، لا يهتم بفارق المسافات. مثلا يقولوا في التغطية في الحتة الفلانية كده بتلقاه جاي من 1500 تغطية في نفس الوقت، أوقات متضاربة، هو يعمل ليل ونهار عشان يوصل شنو الحقيقة المطلقة اللي بتجي من الجهات المسؤولة للرأي العام. وأحيانا مثلا يجي مسؤول يجيك مثلا تصريح نحن مثلا غدا سيكون في أو حيكون سعر جوال السكر كذا وكذا من بكرة يعني تداول الأذعار، ويجي يوم بكرة ما يتنفس كذا، بقول لك ده شنو كلام جرايد، الصحفيين ده كذابين، شفت أصبح الكذاب منه، فالصحفي ده ما عنده يعني. طيب وين الحس الصحفي عند الصحفي بأنه يتنبأ إذا كان بيحصل أو ما بيحصل من الموضوع ده؟ لا طبعا التنبؤات في دولة تختنق فيها الحريات، ما في تنبؤ طبعا، فكرة تنبأ. طيب دي نقطة مهمة جدا أديك أستاذ أشرف، الحريات، حريات الصحفيين، قمع الصحفيين نسمع بها كثيرا جدا، هل ده برضو جزء من الأسباب اللي أدت أنه الصحافة ما تأدي دور المطلوب؟
حسنا، انا حقيقه قبل الاجابه على هذا السؤال كنت ارجع للنقطه الاولى التي تحدث فيها الزميل الاستاذ طلال اسماعيل. يعني انا بتفق مع طلال وهو اتفق معي في وجهه نظري حول الرضا الذي ابديته، الرضا النسبي عن وضع الصحافه في السودان. انا عانيت انه صحافه بتقوم بواجبها بدرجه كبيره برغم الواقع الذي تعيشه. عظم الرضا من جانبي واقع الصحافه بالنسبه للصحفيين وحقوقهم ومخصصاتهم، وهذه القضيه التي تطرق لها ايضا الزميل طلال. يعني الصحافه السودانيه بتواجه مشكله اقتصاديه كبيره، طبعا هذه لا تنفصل بالضروره عن الواقع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد. يعني هناك مشكله وازمه اقتصاديه في السودان انعكست على صناعه الصحافه، ارتفاع سعر العمله الاجنبيه الدولار، استيراد الورق ومدخلات الصحافه والطباعه بشكل عام، هذا اثر على الواقع المالي. ومنذ فتره طويله انا افتكر انه حتى قبل الازمه الاقتصاديه بوجهها الماسل الان كانت في مشكله بتاعت حقوق للصحفيين. يعني انا بلاحظ انه الصحفيين الشباب دائما والمحررين الذين تقوم على اكتافهم صناعه الصحافه في البلد يعني بتهضم حقوقهم. من الذي يهضم بصوره كبيره؟ طبعا هذه الناشر، هذه من الناشر، الناشرين يعني هذه المسؤوليه على الناشرين. ان حقوق الصحفيين اذا من قانون الصحافه وما شابه واتحاد الصحفيين وكثير من هنالك قانون. هنالك قانون في من واجب مجلس الصحافه، المجلس القومي للصحافه والمطبوعات واتحاد الصحفيين متابعه تنفيذه بمطالبه بحقوق الصحفيين، تنفيذ الحد الادنى من الاجور، الامتيازات والحوافز وغيرها، يفترض ان تتابع هذه المساله من قبل الجهتين المنوط بهما القيام بهذا الدور. انا اردت تبيان هذه النقطه. طيب نرجع للسؤال بتاعي الاول اللي هي نقطه الحريات في السودان، خصوصا حريات الصحفيين، نسمع عنها كثيرا جدا. نعم، الحريات الصحفيه يعني انا حقيقه لا اقول انه الحريه متاحه بدرجه كبيره واننا وصلنا في الحريه لما نصبو ونريد او تريده الصحافه في كل الدنيا. من الذي يمنعنا من ذلك؟ اقول انه ما يمنعنا ان السودان حقيقه يعيش في اوضاع استثنائيه. يعني نحن بلد تعيش في حروب مستمره منذ ما يقارب الخمسه عقود، حتى بعد انتهاء حرب جنوب السودان وطي هذا الملف باتفاقيه نفاش وانفصال الجنوب لاحقا، رغم اسفنا عن حقيقه للانفصال، لكن لا زالت الحرب مستمرة في جنوب كردفان، في جنوب النيل الأزرق، في دارفور. للأسف الشديد هذه الوقائع الموجودة في البلد من المشاكل الحرب ومن الوضع الاقتصادي من غيره تتطلب أنه يكون التعامل الإعلامي يعني فيه نوع من الحذر. الحريات المتاحة الآن في السودان نسبيا أنا أقول أنها يعني معقولة، يعني ما في أزمة حريات كبيرة في الصحافة السودانية. كيف يعني؟ يعني هناك مساحة لأنك تتحرك وتقول فيها الحقائق. إذا نظرت هل هذا الحديث صحيح أن هناك مساحة للحريات في السودان؟ السودان فيه مساحة للحريات مقارنة مع بعض الدول الإفريقية والعربية. إحنا دائما بنغارن لكن كده نعم. مش واقعنا. على المستوى موجودة، موجودة. نعم ليس كما قال الأستاذ أشرف إنه يعني دي المثالية التي نتطلع إليها. يعني لكن هنالك ما زالت بعض القوانين المقيدة للحريات، ما زالت بعض المواد التي تحتاج إلى تعديل في القوانين وتحتاج إلى تشريعات جديدة، قوانين كثيرة تعيق العمل الصحفي. قانون الصحافة نفسه توجد بعض الملاحظات عليه. المؤسسات التي تقوم بدور رقابة العمل الصحفي، يعني مثلا في بعض المرات في ولاية من الولايات عملها النيابة عديل للصحفيين، يعني الصحفي كان من الخرطوم يمشي لحد مدني قبل ان يراجع هذا القرار لاحقا ويتم يعني استدراكه من قبل وزاره العدل. يعني مرات بتجي تقاطعات كده من السلطه بتعيق وتحد من ممارسه العمل الصحفي ويعني وتوفير تهيئه الاجواء للحريات الصحفيه بصوره كبيره. انا قبل استفزتني كلمه كلام جرايد، يعني المواطن يجي يقول لك الخبر ده لقيناه وكلام جرايد. وحقيقه انه في تقاليد مهنيه او اصول مهنيه وقواعد لممارسه
العمل الصحفي. الصحف الآن يا أخواننا في خطر كبير جدا في ظل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، الواتساب، الفيسبوك، تويتر، إلى ما ذلك. يعني الآن أصبحت الهاجس الكبير لدى المؤسسات الصحفية والناشرين ما بين الصحافة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وما بين الصحافة الورقية، التكاليف، الطباعة، انتشار الأخبار والشائعات وإلى ما ذلك، والتدقيق إلى كله. لكن نجد أنه صيغة كبيرة جدا في أنه تصدر الصحف ثاني يوم المواطن بيتأكد أنه الخبر ده صحيح ولا ما صحيح، أو من خلال الفنون الصحفية الأخرى، الحوار، الاستطلاع، التقارير، التحقيقات إلى ما ذلك. العايز أنبه له كده، نحن نتكلم بواقعنا الاقتصادي اللي قاله أشرف، يعني أكثر زول محرر بياخد كم أشرف مثلا؟ 2000 دي إذا قمة، مش إذا افترضنا سقف أعلى، سقف أعلى للأجور الصحفية. هل لكن الصحافة يعني قادر إنها تدفع أسقف عالي من المرتبات؟ ما فيه، لكن أنا أقول لك خلاص المؤسسة الصحفية بالغت ودفعت للصحفي 2000 جنيه في الشهر. طيب 2000 جنيه ده إذا كان ساكن الثورة بس، يعني حق الهايس اللي بيركبها 5 جنيه لحد ما يصل السوق العربي، معظم الصحف تتواجد في قلب الخرطوم، اذا رجعت ثاني ب 2 جنيه 7 جنيه، تخيل معي 14 جنيه دي مواصلات، طلب الفول ب 10 جنيه ولا 12 جنيه. طبعا صحفيين البرلمان، صحفيين اللي بيغطون تغطيه صحفيه في المجلس الوطني، مره من المرات انا مشيت عليهم فاكتشفت انهم ما بيفطروا الا بعد الساعه 2 ظهر، ديل بيجيهم غرحه، بيجيهم امراض، يعني وغير كلام النواب ما بيتهضم، وغير اشكاليات الواقع الاقتصادي السياسي. فانت بتلقى الصحفي ده مصاب بامراض كثيره، يعني نفسيات، لكن هي مهنه المتاعب، يعني نسمع كثيرا مهنه المتاعب هذه تغللها، يعني الاجور الكبيره، بعض الصحف لا توجد فيها حتى ترحيل للعاملين فيها. طيب ده بغضنا للسؤال، حتى الساعه 1 صباحا ولحد الساعه 9 بالليل، بعد ذلك بيفتشوا في حق المواصلات، بيفتشوا في حق العشاء، فتت الفول، يعني كذا. يعني الصحفي السوداني في ظل هذه الأوضاع، لكن هو راضي بالواقع، ليس من باب الاستسلام، ولكن من باب إنه ده غدره، إنه الآن يكون هو حارس البوابة المجتمع السوداني في التبصير والتوعية والتصدي للمخاطر التي تواجهه من خلال عمله المهني، ويدفع ثمن كثير غالي جدا في راحته. لو سمحت لي، تفضل أستاذ أشرف. يعني كنت دار أعود لنقطة الحريات دي سريعا، يعني سريعا. نعم، إحنا في الصحافة ينبغي أن نغير أيضا ونعترف أنه لنا أخطاءنا. يعني المساحة الموجودة من الحريات زي ما ذكر أخونا الزميل طلال بأنه أفضل من غيرتها في الدول العربية والأفريقية بدرجة كبيرة. ماذا يفيدنا في هذا؟ لكن أقول أنه إحنا المساحة يفيدنا المتاحة، يفيدنا شنو أنه إحنا أكثر حرية من الدول الأخرى؟ حيفيدنا شنو الموضوع؟ يفيدنا ده للتدليل للنقطة اللي أنت أساسا سألت عنها عن حريات الصحافة. احتمال هو المجتمع قبلان، يعني قابل بالقمع اللي هو فيه. أسوق لك أمثلة. قضايا الفساد التي كشفتها الصحف، فساد الأقطان، فساد في مشروع الجزيرة، فساد في قطاعات كثيرة نشرتها الصحافة وكشفتها ولم يتطرق لها يعني أي وسيط إعلامي آخر بخلاف الصحافة، يعني وأفلحت في أنه توصل بهذه القضايا للرأي العام، ومن ثم تشكل فيها ضغط ويخضع المتهمون لمحاكمات. لكن في قضايا أخرى الصحافة ما قدرت تتكلم. الصحافة فيها الآن تنتقد النظام والجهاز التنفيذي في كل أداه. أنا أقول أنه مساحة الحريات المتاحة دي أن إحنا نستغلها بأداة مسؤول، أداة مسؤول لكي يعني لا نفقد حتى المساحة. الآن البعض يشتكي، يعني بعض من الزملاء، من أنه في تضييق، يتم مصادرة صحيفة وخلافه. نحن ما نمشي للأسباب ذاتها. لماذا صدرت هذه الصحيفة؟ لماذا؟ نحن صحيح ضد أن تصادر الصحيفة، لكن تجد أن الصحيفة ارتكبت خطأ كبير. ما 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 وعلينا أن نغير أنه إحنا عندنا أخطاء. طيب من يغيم هذه الأخطاء أماني؟ طيب أخطاء دي يغيم الصحفي بنفسه، يعني هو يراجع نفسه بنفسه، لأن الصحافة في البدء والأخير هي أخلاق قبل كل شيء. يعني فالواحد يعني مفترض يعني زي ما هو بيكون احترام لنفسه يكون احترام للمهنة. يعني أنا قلمي بحترمه جدا، بحترمه منهجي،
فممكن أنا ألوثه مثلا بشائعات كاذبة أو حاجة تغلل من قدره أو حاجة تعرضه للسخرية أو للتهتك، فده شيء بتحكم فيه وتحكم ذات الصحفي في نفسه. كويس، هذا ده في البند الأول. البند الثاني زي ما قال أستاذ أشرف هناك في خطوط طبعا، يعني اللي هو السؤال اللي بيجي لماذا صدرت الصحيفة، نسأل ما وراء الخبر وسبب المصادرة. طيب هناك في خطوط حمراء للدولة لا يمكن الصحفي أو الإعلام أن يتجاوزها، أو الدولة ذاتها لا يحق لها أن تتجاوز الخطوط الحمراء دي. فتجي بعض الصورة مثلا يقول لك مثلا جبنا خبر، الخبر من مصدر هو مصدر غير رسمي، ده أبصر عرضة للمصادرة أو لمصادرة الجريدة أو التبفيل أو مصادرة الصحفي في حد ذاته. فدي من أكبر الأخطاء، لأن الدولة بتنص هناك خطوط حمراء لا يجب على الصحفي أو الصحافة تجاوزها. فده ده واحد من الأسباب التي بتعرض الصحافة للمصادرات أو الصحف للمصادرة. طيب عاوز أسألك طيب سؤال، يعني القيود القانونية المفروضة على الصحافة السودانية هل دي بتحد من مضمونة من أداء المفروض تقدم؟ لا بالعكس، يعني ما قيود قانونية تكون أو تشيل حركة الصحفي زي ما قال طلال أو تقلل من قدره، يتحفظ له بس حقوقك الصحفي أو تحفظ له احترامه. بس احنا يعني لا، أنا ما أقصد كده، أنا أقصد القيود المفروضة على الصحافة السودانية في ما يخص النشر، فيما يخص الحريات، فيما يخص عمل الصحفي ذات نفسه كمواد تنشر أو ما شابه. لا دي والله بس ما مقبولة صراحة كده، يعني القيود اللي عندنا قانونيا دي طلال هل صعبة؟ أنا عايز أختلف مع الأستاذ أشرف أستاذ زمان في النقطة الأخيرة دي. يعني أنا دار أقول إنه ما من حق أي جهة إنها تصادر صحيفة، ما من حق أصلا حتى ولو أخطأت الصحيفة. يعني إحنا في المؤسسات الصحفية في جهات تنظم عمل الصحافة، المجلس القومي للصحافة والمطبوعات، في الموازي هناك اتحاد الصحفيين أيضا يقوم بالدور النقابي للزملاء. المجلس القومي للصحافة والمطبوعات لديه قانون معتمد ولديه هياكل. انتوا كصحفيين معترفين بقانون القانون الموضوع من قبل المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الى حد ما، الى حد ما هنالك ملاحظات، نعم هنالك تطور لهذا القانون، هنالك كل مره يعني يضاف ويعدل ويحذف، نعم لا ينال الرضا التام من القاعدة الصحفية، ولكن على الأقل هو أفضل. يعني هناك كثير من التغييد يعني في إصدار النشرات الصحفية والصحف وإيداع مبالغ مالية بتثقوا في المجلس ده ولا بتثقوا فيه؟ المجلس القومي ينال احترام، المجلس القومي للصحافة والمطبوعات ينال احترام، فرق بين الثقة والاحترام. نعم ينال الاحترام والثقة، لكن أقول لك أننا لدينا ملاحظات ولدينا آراء حول طريقة عمل المجلس، آليات المجلس، هناك أساتذة كبار في هذا المجلس يحاولون أن ينظموا. أنا أريد أن أعود قليلا إلى أن ليس من حق أي سلطة أن تصادر الصحيفة، لأنها تصدر وفقا لقانون يعني مجاز من قبل هذه السلطات. من أراد أن يشتكي الصحيفة لديه يعني نيابة، هناك نيابة الصحافة والمطبوعات. القضاء السوداني يستطيع تماما أن يعاقب الصحفي ويعاقب المؤسسة الصحفية عن أي خطأ يعني في شانة السمعة، في تجاوزات للقانون، وكذلك معلوم لدى المؤسسات الصحفية ومعلوم لدى الصحفيين. المشكلة وين؟ المشكلة إنه الجهات التي ليست لديها علاقة بالمؤسسات الصحفية من قبل الدولة تتدخل في عمل هذه الجهات دي. جهات ذات طبيعة أمنية أستاذ عمار وربما بعض النافذين في الدولة نعم وبعض النافذين في الدولة يعني يتدخلون ويحرجون حتى المؤسسات التي تتبع للدولة وتتبع للحكومة، يعني المؤسسات الصحفية. يعني مثلا قضية صحيفة التيار، إذا استدلتنا بهذه القضية نجد أن هنالك مواقف مشرفة لاتحاد الصحفيين، وهو بالطبع اتحاد يوالي الحكومة واتحاد معظم قياداته تتبع للمؤتمر الوطني، وقف ضد موالي. نعم وقف ضد مصادرة صحيفة التيار وأصدر بيان محترم جدا، ورئيس الاتحاد نفسه الأستاذ الصادق الرزيلي. أنا أريد أقول أنه يعني على المستوى القاعدي والعمل يعني تجد مواقف مشرفة لمؤسسات تتبع للدولة ضد تدخلات بعض الجهات الأخرى التي تقيم معوقات عمل الصحافة، قوانين مقيدة، تقبيل للصحفيين، عدم النشر المصادر للصحف، لماذا كل هذا الأشياء؟ هذا يعيدنا إلى النقطة التي تحدثت فيها قبل قليل، الوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد. يعني مع وضع استثنائي ولا ذلك لتكبيل حرية الصحفيين وتبصير المجتمع؟ يعني مكفول أنه يتم تنوير المجتمع وتبصيره ونقد الأداء العام لأجهزة الدولة.
هذا موجود يعني، لكن هنالك خطوط حمراء. الأداء المسؤول للصحافة يجنب من الذي يضع هذه الخطوط الحمراء؟ يعني هنالك ميثاق شرف ووضع بالاتفاق بين الصحفيين ورؤساء التحرير والاتحاد العام للصحفيين السودانيين. هذا الاتفاق الدولة أيضا بأجهزتها المختلفة كانت شاهدة عليه، تواثق عليه. الشاهد أن هذا الميثاق يعني أحيانا يتم خرقه من قبل صحف يعني. ما دليل؟ أدينا نموذج مثلا. يعني هنالك تأكيد من في الميثاق نفسه على أن قضايا الأمن القومي وقضايا الاقتصاد القومي هذه كلها من القضايا التي يعني ينبغي أن يتم التناول لها تناول مسؤول. طيب متى نفرغ من هذه الفزاعة؟ يعني الأمن القومي يدخل في كل شيء يخص الصحافة، يعني يقول لك والله ده أمن قومي خلاص ما يتكلم، هذه بقت فزاعة يعني. متى نخرج من هذه الفزاعة؟ هذه يعني ستنتهي حالما ينتهي الوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد. هل رأيك شنو أماني؟ وضع استثنائي في البلاد وفزاعة دائما بأن الأمن القومي في عديد من الأشياء ما تتكلموا. والله طبعا خايفين الوضع البلد الآن. انت رأيك شنو؟ لايك كوضع استثنائي؟ لا في مذهب له أشرف وفي مجال يعني ما يخص وضع استثنائي، ما يخص أمن قومي، ما يخص اتفق معه تماما لأنه دي حاجات مصلحة في أرض الواقع يعني. ما بدي أخواننا أمني قومي؟ لا طلال أدينا معك فرصة وشرف. لحظة طيب نسمع بس كلام معك فرصة طيب عشان أدو وجهة نظري. البلاد الآن تمر في مرحلة بتاعت حوار وطني أو مرحلة مفصلية لمستقبل البلاد، وانتم كلكم عارفين الدائر في نطاق الحوار شنو يعني. هناك جهات رافضة ربطا تاما لقيام هذا الحوار، والبلد ما بيتحمل أو الدولة أي تشويش أو أي حاجة تجي خاطئة ممكن تأثر على الحوار الوطني أو تأثر على أحيانا. ما بري عليك ولا احنا محصومين من الخطأ يعني. هسه احنا كصحفية يعني احترف انه 3 أو 4 مرات يعني بخطي في 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 نقل المعلومة وبرجع صحيحها بالاعتذار. الحاجات دي واردة يعني غير مبررين يعني من تلك. طيب انا قصه تلمنا الأمن القومي والخطوط الحمراء دي اشكاليه كبيره جدا من قبل السلطه يعني بيحاولوا انه يغيدوا العمل الصحفي من خلال مسمى انهم تجاوزوا الامن القومي، في حين انهم نفسهم لم يضعوا يعني مبادئ عامه لهذا الامن القومي. انا ما وجدت مؤسسه حكوميه ولا وجدت جهاز في الدوله يجي يديني تعريف كامل عن الامن القومي في قضايا الاقتصاد، في قضايا التصدير. يا اخي يعني احنا حتى توصيات عندك تعريف يا اشرف؟ حتى توصيات الحوار الوطني توصيات الحوار الوطني حديك ثانيه طلال تم حجبها. عندك تعريف مثلا لما يخص الامن القومي وما شابه؟ نفس السؤال ساله طلال، عندك لو تعريف؟ نعم تعريف دقيق سريعا بنقاط معينه يعني لا يوجد تعريف مكتوب كما ذكر لكن يعني بالضروره معلوم ما هي القضايا التي تؤثر على الامن القومي مثلا، على يعني مثلا حديث عن تحركات القوات المسلحه، حديث عن يعني مثلا الحديث عن الامراض مثل الحمى النزفيه وغيرها التي تصيب الثروه الحيوانيه طلع. توقف تصدير طبعا انا اختلف جدا اذا كان منظمه الصحه العالميه بتطلق نداء وانذار لكل الدول ونشرات صحيه تطالب انه ما يسافر للدوله الفلانيه لانه بها المرض الفلاني وتحذيرات وتحدد كذلك مناطق الموبوءه. يعني انا شايف انه الشفافية والوضوح أفضل للدولة من إنه نقعد نغطي على الحاجات يعني في قضايا صعبة التحدث فيها ربما يخص يعني تحركات القوات المسلحة ربما تضر البلاد أكثر مما تنفع. هذه محسومة أصلا بالقانون يعني. أنا أقول لك أن هنالك بعض القضايا ذات الطبيعة العسكرية والأمنية لا تأخذ الصحافة إلا من الناطق الرسمي للقوات المسلحة السودانية أو لإدارة الإعلام جهاز الأمن والمخابرات الوطني أو إلى الشرطة يعني الناطق الرسمي باسم الشرطة السودان أو إلى 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 إلى, إلى, إلى وكلاء النيابات الذين يقومون والغاضي في قضايا الجريمة وإلى ما ذلك. يعني أصلا هي محسومة بالقانون إذا تجاوزت الصحف هذه النقاط تتعرض لمعاقبة وفقا لما اتفقت عليه من القانون، رغم أن لدي ملاحظات حول هذا الأمر أيضا لأن يعني المنهجية في هذا لا تقوم هكذا. ايضا هذا القانون يحتاج الى مراجعه، لكن قضيه الامن القومي في انه توصيات الحوار الوطني ما تخرج هذا مبدا خاطئ جدا.
وده تخلف. يعني كيف تؤمر الصحف بأنها ما تنشر توصيات الحوار الوطني اللي حين تسلم الجمعية العمومية في حين إنه القانون إذا الصحف مأمورة قانون بالمناسبة قانون الصحافة يكفي للصحفي الحفاظ على سرية مصادره ومعلومات ويطلب من الصحفي هذا القانون يطلب من الصحفي أن يقوم بدوره في 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 تبصير الرأي العام وتنوير الرأي العام فيما يدور مثلا توضيح في توضيح الحقائق الآن الصحف ممنوعة من نشر توصيات الحوار الوطني على الرغم من أن هذا الحوار دعا إليه رئيس الجمهورية وهو حوار سياسي لا يمس الأمن القومي بأي صلة وليست لديه علاقة بالأمن القومي. إذا كانت الصحف تخطي في نشر ما يتعلق بالحوار الوطني الجهة المنوط بها تحصيل تصحيح الأخطاء الصحفية هي الأمانة العامة للحوار الوطني رؤساء اللجان مبدأ الشفافية مبدأ الشفافية نعم وكان وكان يمكن أن يكون هذا الحوار أكثر فعالية وأكثر إذا تم نقل جلسات والنقاش والروح المسؤولة التي دارت في جلسات الحوار الوطني من خلال وسائل الإعلام. وكان يعني أنا أكثر حاجة مؤلمة ومؤسفة جدا إنه الآن اللجان الستة بعد 4 شهور ما في صحيفة كانت تغطي يوميا ما يدور داخل قاعات اللجان من حوار حتى يكون هذا حق مكفول للأجيال القادمة ويوشف صدار موضوعنا الحوار الوطني فقط لا لا أنا أقبل الانشغال به كثيرا لكن أستاذ أشرف عز لك سؤال يعني الصحفيين في ذات أنفسهم منقسمون في المطالبة بحقوقهم كيف إذن يكون لديهم حقوق وهم منقسمون؟ ماذا تعني بمنقسمون؟ يعني هناك من يؤيدون اتحاد الصحفيين هناك من يرفضون هذا الاتحاد هناك من يؤيدون المجلس القومي للصحافة هناك من يرفضون في عديد من القضايا. أنا أقول أنه قد يكون هناك متى يكون جسم واحد حتى شخص تتم المطالبة يعني بحقوقهم بشكل واضح صحيح هناك من لديه تحفظات على اتحاد الصحفيين وبيعتقد أن هناك من يتحفظ وهناك من لا يؤيد وهناك من لا يؤيد وهناك بالمقابل مؤيدين لكن هذه ليست لديها علاقة مباشرة بالحقوق الجميع يتفق على أنه لابد من انتزاع حقوق الصحفيين. مسألة الحقوق دي ينبغي أن يتم فيها يعني نقاش طويل مع اتحاد الصحفيين مع المجلس القومي للصحافة لكي يتم التحرك فيها وإلزام الناشرين بها ناشري الصحف يعني. انت عارف انه الصحفيين بيعانوا يعني معاناه كبيره جدا زي ما ذكرنا طيب ليه ما طالبوا بحقوقهم وين الجسم اللي بيمثلهم التمثيل الامثل عشان ما يطلبوا بحقوقهم هم زي ما قلنا مختلفين يعني صحيح هذه قضيه معقده جدا يعني البعض فيهم بيطالب مطالبات فرديه والنغابه مطالبات الفرديه زي شنو يعني يعني بمستحقاتهم يطالبون مطالبات فرديه هذه قد تجدي في احيان وقد لا تجدي في احيان كثيره اخرى المطالبات الفرديه دي بواسطات ولا شنو لا ابدا يعني مباشر يطالع بحقوقه من الناشر الصحفي يطالب الناشر طيب بحقوقه الناشر والصحفي او المحرر يا اماني في مشاكل صراع كبير جدا مشاكل الناشر والصحفي دي احنا يعني صحيفتنا نموذج في مشاكل النشر يعني او طبعا تعلموها تماما انه صحيفه السياسه يعني هي متوقفة تقريبا من 10-12 وإلى الحين يعني بسبب التردي المادي للصحيفة أو للناشر فهي المشكلة الأولى والأخيرة اللي بيعاني منها الناشر هي طب يعني المطابع طبعا احنا يعني كل صحف يعني في صحيفة ولا اثنين تقريبا يعني ثلاثة بيملك مطابع خاصة بهم فكل الصحف تطبع بطريقة أو الثاني اللي هو الضرائب الضرائب هي الجزر للصحفي للناشر أو للصحف عامة يعني إحنا بنعاني منها فنجي لمشكلة الناشر والصحفي الناشر والصحفي أنت بتسأل هل يعني علاقة بين الناشر والصحفي كاستفادة الصراع أو دائما ما بيناتهم في إنه في الرواتب الصراع دائما في طريقة العمل في خط التحرير ما الرواتب هو أصلا الصحفي المحرر ده ما مستفيد من يعني الربح بتاع الصحيفه اصلا بيستفيد من الناشر ما في صحيفه بيستفيد من الارباح بتاعه هضم الحقوق بتاع الصحيفه دي حاجه ما يعني انا بقوله بشهادات الزمه ولا خليه يقول لي كلام غلط لو اصلا فيه نوع من رايك شنو ترى انا والله عندي راي انه الصحفي اللي بيرضى ذاته بالواقع ده ومفترض يغادر الصحيفه يعني راضين بالواقع يا مان يعني والله احيانا في حاجات بتجبرك بتكون يعني ما تغادر الصحيفة على قول طلال في احيانا طلال قال اذا ما عندك الواقع غادري استغادر في الناشر يعني ما دار يدوك يا ماني يعني انا انت ما تخليني انا متشابهه يعني ما في يعني مش وين طلال عنده راي لكن انا 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 عايز اقول انا شكر صحيفة قال والله مرتباتهم في يوم انا ما بيصرفوا 25 ناس يوم 25 جزاء 20 احنا لما
يعني انا الصحف الثانيه تصرف دقيقه ما دقيقه قرشين يعني هم بيكون مرتب وانتهى طلعت بكون خلاص اخر جنيه نسبه برضه لكن طلفور. مع الواقع ما ما مع الواقع اللي بتصير عشان كده بقول لك غادر الحمد لله لكن وضعه كويس اي عشان كده بقول لك اليد في المويه ما زال يد لا لا انا انا ما ما اول تجربه لي يعني خمسه مؤسسات صحفيه ولا سته مؤسسات صحفيه هي القادره على تسيير امورها يعني قادر الى حد ما برضو تواجه مشاكل انا هذا ليس النموذج الامثل انت ذكرت انه صحيفتك مرتبك مرتبك في يوم ما بناها ذكرت صحف اخرى ميسره ذكرت صحف اخرى ايضا تقدم يعني تصل يعني انا لا دارين نكون عادلين في الحته دي في مؤسسات صحفيه لا تعطي المحررين والزملاء او كتاب الاعمده اي مرتبات وربما يمر الشهر والشهرين في اوضاع اقتصاديه صعبه الزملاء صابرون ويمارسون لكن راضين بالواقع لكن طيب. راضين بالواقع اي ما عايزين يشوفوا مهنه اخرى او ما عايزين يفتشوا لهم بدائل اخرى او ربما عاجبهم الوضع او لديهم مصادر رزق يعني اخرى في ناس عاجبهم الوضع انا احترم جدا قرار الاستاذ مصطفى ابو الحزاين في صحيفه السياسي عندما اعلن التوقف لاسباب نعم. ماليه نعم. وده قرار شجاع جدا اتخذه لانه ما قادر يوصل اصاله التامين اعطاه وحرر يا استاذ عمار المشكله في الدوله الدولة يعني لا كل حاجات النروية في الدولة لا ليه؟ لأنه ما عايزة تعمل مؤسسة صحفية محترمة مثل مؤسسة الإهرام رأيك ما عايزة تعملها ده؟ في القاهرة لأن لا تضعف دور الصحافة يعني الدولة أو الحكومة أو النظام مستفيدة طبعا الدولة بعد الأجهزة وبعد الذين يتخذون القرار في الدولة مستفيدين من هذا جرائدهم لكن من هذا التور حتى جرائدهم مدهورة حتى جرائدهم مدهورة على المستوى التحريري مدهورة على مستوى التوزيع إذا مسكنا أرقام الطباعة وتوزيع الصحف لا تتجاوز 50,000 نسخة أشرف مش يعني ما في صحيفة يومية محترمة في السودان تطبع أكثر من 50,000 نسخة يومية وتوزع أقل من ذلك 80% و 75% مقارنة بعدد سكان السودان الذين يتجاوزون أكثر من 30 مليون ما ممكن أصلا يعني أنت يعني يعني فرق كبير جدا وتقارير المجلس القومي للصحافة ربما ده بقودنا النقطة بعد إنه افتقاد الثقة ما بين الصحافة والمجتمع ما افتقاد الصحيفة عمار ب 2 جنيه و 2 جنيه ونص و 3 جنيه في بعض الولايات ما في ظل يعني قادر على في ظل في ظل في ظل انه يعني في ظل انه بعض يعني بعض بعض الولايات يعني ترتفع فيها التكاليف الترحيل وتباع في السوق الاسود وفي ظل انتشار عدد الصحف ويبلغ اكثر من 34 صحيفه ما في مواطن بيشتري يعني بالعدد طيب اسمح لي يا عمار بس مداخله لطلال بالنسبه بتاعت التوزيع اللي هو هناك في بعض من الناشرين يعني بيربطوا لك النثريه او العدد بالتوزيع بتاع الجريده ويقول لك الجريده ما وزعت لها توزيع نظائر وانتم تسووا فاحيانا هناك في صحف يعني بتتناول قضايا يعني قضيه معينه مثلا بدات لحد ما انتهت تتناول لك مثلا المعارضه وقت تناول قضايا ايوه كده بس الحكومه البرلمان الحكومه ما بتتناول قضايا مواطنه انا كمواطنه صحيفة ما بتمسني ما بتهبش قطعي ما بشتريها ولا بقى إلا كده طيب فده حاجة ترجع لشنو للسياسة التحريرية النقطة نحن في أيوة. على عتاب الختام نعم. بقولك والله إنه الصحفيين متحزبين يعني بيخدم حزبه أكثر ما بيخدم الغرض اللي هو أصلا المفروض يمثل به الشعب السوداني أو المجتمع رأيك شنو يا أشرف الأحزاب في السياسة السياسة إلى حد ما يعني ما كل الصحفيين متحزبين ولكن لا أرى أن هنالك منقصف يعني يكون لصحفي لون سياسي معين لكن هذا اللون يدخل على العمل الصحفي ينبغي أن لا يؤثر في أدائه المهني أنت شايفه شنو حاليا؟ أثرت السياسة في أداء الصحفيين؟ البعض تؤثر في أدائه البعض بنسبة كم من 100 مثلا؟ لا نعمم يعني نسبة كم من 100 طيب؟ أنت صحفي مراقب للوضع الحالي؟ نعم نعم يعني نعم إلى حد ما 25% تتفق في النسبة دي يا طلال؟ نسبة كبيرة عصر علينا شديد لكن هو كلام مشرف 25% من الصحفيين يدخلون السياسة كلام صحيح لكن في أجمل ما في الصحافة السودانية إن يعني الشفافية والوضوح ما تاني يوم الغاري أول ما يقرأ الخبر ولا يقرأ الرأي ولا يقرأ التقرير والتحليل وبعض الزملاء الآخرين في الصحف يعني بيعرف إنه ده خبر يخدم أجندة محددة وإلى ما ذلك فعشان كده النسبة دي بتتضاءل في ظل الانكشاف لأنه كل عمل الصحف تحت الضوء ما في عمل خفي طيب إذا إنت نحن في خواتم الحوار ده يا طلال وعاوزين نسوق زي إفادات أو اعترافات جريئة منكم شنو مشاكلكم اللي أنتم طالبين أنها تحل بشكل جذري جدا سواء من الدولة أو من الناشرين أو من المسؤولين أو من النافذين الدولة لا تتدخل في عملية الصحافة طباعة وصناعة ونشرا
وعليها أن تقوم بدورها في تخفيض الرسوم الضرائب والجمارك وإعفاء المدخلات الصحفية والكثيرة. وأتمنى من الدولة إذا كانت مسؤولة جدا وتراعي لحق الأجيال القادمة في حرية التعبير وحفظ الإرث التاريخي الذي يدور الآن من خلال القضايا السياسية والاجتماعية إنها تتبرع بقطع أراضي للمؤسسات الصحفية وتؤسسها على أن تسدد هذه يعني أشبه بالسكن التجاري والاستثماري، تنشئ مؤسسات محترمة وفقا لمعايير عالمية وبعد ذلك يسدد الناشر قيمة هذه المنشآت الصحفية. أمان. والله أنا بوافق الأخ طلال، برضو بنطلب من الدولة أن لا تتدخل في 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 الصحافة أو شنو الصحافة بصفة عامة، لا تغيد تحركات الصحفي أو لا تخش في 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 الحرية الصحفية للصحفي في حد ذاته، يعني كن رغب ذاته، ترفع شوية كده أيوة من تضييق الحريات على الصحفي شوية بس ولا نهاية إن شاء الله شوية كده احنا هنا شوية أسهل شوية ما لاقينا ضغط كافي أيوة. فالصحفي ليس عدو للدولة وليس عدو للرأي العام، يعني هو وفق بينهم الاثنين. يعني أنا حقيقة بطالب يعني نقابة الصحفيين التي يمثل اتحاد الصحفيين والمجلس القومي للصحافة بأن يتبنوا المطالبة بحقوق الصحفيين أن تكون هذه من ضمن الأجندة الأساسية والرئيسية اليوم. كذلك يعني على الدولة دعم مدخلات الصحافة، رفع الضرائب والجمارك مثل ما قال الأخ طلال، لأن هذه من معيقات العمل الصحفي. الآن صناعة الصحافة أصبحت مكلفة جدا. أيضا يعني أشدد على مسألة التدريب يعني للصحفيين الشباب، مسألة التدريب هذه مهمة جدا على الدولة برضو، ينبغي أن يكون فيها دور للدولة ممثلة في واجهات مجلس الصحافة. الله يقول لك النظام الحاكم ما بدرب إلا الصحفيين برا السودان أو داخل السودان. شكرا لكم شباب على هذا الحوار فيما يخص الصحافة السودانية، هذا الواقع الأليم الذي نعيش من خلاله في عديد من المشاكل والقضايا، وهي فعلا سلطة رابعة نتمنى أن تعود إلى ألقها وبريقها مرة أخرى. شكرا لك الأستاذة أماني إير الصحفية بصحيفة السياسة.